إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا إخوان الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بخير، بسلام، صحة وعافية. ولا تنسوا الاشتراك في القناة، بارك الله فيكم، لتتوصلوا بأحدث فيديوهات هشام هاشم وأيضا لدعمنا، بارك الله فيكم وفي صحتكم. أي سؤال بارك الله فيكم، أنا أضع لكم رابط صفحتي، رابط اليومية الخاصة بي للتواصل معكم مباشرة، وأي سؤال سوف أجيب عليه طبعا إذا كان في علمي. لا شك أننا نقوم بإنشاء صفحة من أجل جلب عدد كبير من المعجبين، وأيضا من أجل كسب الأموال. تمام، كيف نكسب الأموال؟ يعني نضع رابط لأي منشور عندنا في أي موضوع، ثم بعد ذلك يعني نقوم بمشاركته في الجروبات من أجل الناس تدخل إلى الموقع ونكسب منها الربح. فهنا طريقة، يعني كما تلاحظون أن بالنسبة للروابط، يعني حين تقوم بمشاركتها في الجروبات لا يكون عليها تفاعل أكثر، ولكن ماذا يكون عليه التفاعل أكثر؟ يعني الصور والكتابة، يعني أي شيء نقوم بكتابه. تخيل معي هذه الصورة التي سوف نقوم يعني التجربة، تخيل معي هي مكتوبة هكذا، ليس لدي أي فكرة، ليس لدي أي حل، المهم أي كلمة فيها هكذا، يعني مكتوبة هكذا مثلا. فهذا المحتوى أو الصورة إذا قمنا بمشاركتها في الجروبات، كن على يقين أنه سوف يكون عليها تفاعل أكثر، كن على يقين أنه سوف يكون عليها مدى تفاعل أكثر إذا كانت الصفحة المجموعة طبعا فيها تفاعل. الناس سوف تنقر على إعجاب، تعليق بالشكر والثناء عليك والإعجاب والإعجاب، وبهكذا تترقى إلى الأعلى. ولكن بهذه الطريقة أنت ماذا فعلت؟ وفرت لهم خدمة مجانية، تمام، ولكن لم تربح فيها أي شيء. ربما سوف تأتيك، ولكن غالبا سوف تأتيك إعجابات في 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 الصفحة. يعني الناس حين تجد المحتوى الخاص بك تظهر، مثلا تظهر هذه الكلمة تظهر عندهم، ثم ينقلون على إعجاب عالي، تمام، لأنهم يجدون أن هذه الصفحة تقدم مثل هذه الأمور جيدة. ولكن أنت سوف تستغلها الآن بطريقة مربحة. كيف ذلك؟ يعني قبل أن تقوم بنشرها، اختفت، يعني قبل أن تقوم بنشرها عليك أن تضع الرابط. أنا أخفيت الرابط، تمام، ولكن تضع الرابط واضح بين. سوف تكتب مثلا محتوى هكذا، ليس لدي أفكار، كتبها هكذا، أو ضع الصورة، الصورة عليها يعني مثل هذا الشيء، فيها تعليم أو أرباء، أي شيء أي شيء، ثم تضع لهم في الأعلى للمزيد من هنا، يعني لمزيد مثل هذه الصور أو مثل هذا المحتوى انقر على هذا الرابط، فهو أوتوماتيك يدخل إلى موقعك الذي يحتوي على نفس الأشياء التي تتحدث عنها. ثم تكتب له اترك تعليقا، سوف أذكر لماذا هذه الكلمة، اترك تعليقا ليصلكم جديد صفحتنا وشارك مع الآخرين. اترك تعليقا لأنه إذا كتب أي شيء ترتفي إلى الأعلى، فإذا أصبحت في الأعلى يعني أي شخص يدخل إلى المجموعة سوف يتعرض إليها، وبهذه الطريقة سوف تأتي الناس، تمام. وأيضا مشاركة مع الآخرين، أي شخص قبل مشاركته إلا سوف تدخل عليك بمنفعة، تمام، وبهذه الطريقة بارك الله فيكم. باختصار سوف تجني بها أرباح أيضا لموقعك أيضا، وسوف تجني بها أو تجلب بها عدد كبير من المعجبين إلى صفحتك. وهذه الطريقة أنا أجربها دائما، ولكن الآن أريد أن أخبركم بها وأقول لكم تجربة جيدة، وأعتقد أحسن من يعني نشر الروابط مباشرة في الجروبات. وأعتقد سوف أقول لكم السلام عليكم، وأي سؤال في الأسفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.